السلام عليكم متابعي قناة علم نحل أبي وكذلك الصفحة الفيسبوك تربية نحل ولاية سطيف الجزائرية. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا متابعينا الكرام، في هذا الفيديو سنقدم لكم طريقة إدخال الملكة عن طريق القفص هذا أو أي قفص آخر. هناك الكثير من أنواع، 3 أو 4 أقفاص أو حتى 5 أنواع. إذا سأقوم بإدخال الملكة للخلية هذه، خلية مكذبة. إذا عندي خلية مكذبة أريد أن أدخل لها ملكة من النوية الخضراء هذه. نبدأ العمل. إذا هاي الملكة في الأسفل، ملكة سأقوم بمسكها. هاي الأطراف فقط، هاي على الأطراف. رجع الإطار. عندما أنزع الملكة من خلية أو من نوع التلقيح، النحل سيقوم ببناء بيوت ملكية من البيض واليرقات، وتخرج ملكة جديدة بشرط أن الملكة التي نزعها تكون ملقح. هذا الإطار، إطار فيه جهة فيها النحل لا أستعملها، نستعمل الجهة الفارغة. هذه هي الجهة، سأقوم بوضعها هنا هكذا. ها هي هنا الملكة بالدخل مباشرة. أضعها في القفص. هي بالداخل. هل سيقوم بتغذيتها عن طريق أو عبر الفراغات الموجودة بين المسامير؟ لهنا انتهينا. سأضع في الخلية، ولكن شوفوا النحل بدأ، لكن عند وضعها في الخلية تكون في الوسط لكي لا تبرد وتموت، خاصة إذا كانت الأجواء باردة. خلية قلنا مكذبة، كثافة ما شاء الله. شاهدوا الملكة تكون هنا هكذا. هذا هو الأخير. إذا أدخلت الملكة في القفص. إذا كنت أمتلك صندوق 5 إطارات سأنقلها 5 إطارات، لكن بعد القبول إن شاء الله سأنقلها إلى 5 إطارات، إلى صندوق 5 إطارات فارغة أو فارغ. ها هي الملكة بين الإطارات، سأقرب لكم تسويلي ترون. ملكة موجودة هنا بين الإطارات. إذا سأفتح عليها بعد 3 أيام إن شاء الله. في حالة ما إذا هاجمها النحل سأرجعها مرة ثانية وأضيف إلى المدة 3 أيام أخرى. هناك صعوبة في قبول ملكة الملقحة عندما ندخلهم أو عندما ندخل الملكة لخلية مكذبة. مكذبة معناه فيه تكذيب، تكذيب، وهو عاملات تمتحن صفة الملكة وتضعنا البيض في العيون السداسية، ولكن البيض هذا غير مخصب. هذا بالنسبة للتكذيب. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.